استرخاء لكن أرض راحة، بمعنى الاتحاد العميق مع الرب، الاتحاد الملذ مع الرب. نتحد بالرب اتحاد ملذ في الوقت الباقي من هذا العام وفي العام الجديد في اسم الرب يسوع. نتحد بالرب، ارفع ايدك كده وافتح ايدك، استقبل هللويا راحة جديدة في اسم الرب يسوع. نتحد بالرب، نعم هللويا، اتحاد ملذ. الوقت ما فاتش انك تقف من اول وجديد وتسترد كل ما ضاع مثلما فعل دوت.
فرصة موجودة في المسيح لكي تقف وتسترد كل ما ضاع منك.